والجهاد ماض منذ بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم إلى أن يقاتل آخر هذه الأمة الدجال. نعم، فيقاتلونه يقاتلون اليهود، يصير ملاحم بين المسلمين وبين اليهود، وينصر الله المسلمين حتى يقول الحصى والشجر: يا مسلم، هذا يهودي خلفي، تعال فاقتله. فيقتلون اليهود مقتلة عظيمة، وينصر الله المسلمين عليهم. نعم.